بيكم في حلقة جديدة من هاني وموريان في بلاد الأمريكان، برضو من العربية كالعادة. يعني هكلمكم النهاردة عن أنا كنت قلت هعمل حلقة عن، يعني لو أنا عايزة استثمر أو عايزة أعمل مشروع، إيه الحاجات اللي ممكن أعملها هنا. اللي جه قعد في الأول كده يا جماعة، اللي جه ونزل على نيويورك أو نيوجيرسي هيلاقي الفود تراك موجود هناك، سبيشال الفلافل والهدج والاكل المصري والحاجات دي بتبقى موجوده هناك. حوالي تكلفه المشروع ده، الكلام ده كان معروض عليا في 2015، كانوا بيتكلموا في حدود 30,000. طبعا خلوا بالكم، قبل الكورونا سعر وبعد الكورونا سعر تاني، وبيتكلموا ان بيطلع في اليوم تقريبا 3 يعني ممكن في الشهر 4 أو 5 6,000 دولار، يعني بعد المصاريف والكلام ده. بس انا اتعلمت حاجه، انا اتعلمت ان من بعد الكورونا واللي حصل انا احط فلوسي في حاجه امنه. يعني تمام، انتوا خلوا بالكم اغلبيه الحاجات دي اتقفلت، حتى المطاعم الكبيره كانت عامله ده يعني كاري اوت بس. فيعني ده من الحاجات اللي انا يعني ما اقولش الناس تجري على الفود تراك، الناس كتيره بتعمله، واغلبيه العرب اول ما بيجوا بيعملوا الفود تراك، معاه فلوس اول حاجه بينزل عليها بينزل على الفود تراك، وفلوسه كويسة يعني. بس خلي بالك انت بتعتمد على فترة معينة، يعني النهاردة ما حدش كل يوم هياكل اكل مصري، ما حدش هياكل كباب، او ما حدش هياكل كفتة كل يوم او طعمية كل يوم. انا ليا خال هنا قاعد بقاله فترة، فدايما كان يقول لي ايه، تشتغليش عند حد، يعني لما هتفضلي انت لغاية شغالة عند الناس لما بيجي يعني. طب يا خالو، ما انا عندي سيكيورتي في المعاش وفي التأمين وفي ده كله، انا ببص لها من الناحية دي، هو ببص لها من نقطه تانية. فهو جاي بيقول لي الناس ما بتبطلش اكل، لما تحبي تيجي تعملي مشروع اعملي مشروع للاكل. فانا خدت الكلمه دي للزمن. تعالوا بقى نشوف المشاريع. هنتكلم النهارده على الفرنشايز. يعني ايه الفرنشايز؟ التوكيل، انت بتشتري اسم، تشتري براند نيم زي ماكدونالدز، كنتاكي، الحاجات دي. بس طبعا في محلات غالية جدا في البراند نيم بتاعتها والبروفيت بتاعتها مش قد كده، وفي محلات اتس ريزونبل او على قد ايدينا زي ما احنا بنقول. من ضمن المحلات اللي على قد ايدينا، اول محل تشيك فلاي. لو انت معاك 10,000 دولار تقدر انك تكون بارتنر معاهم في تشيك فلاي. هم ما بيستخدموهاش كاونر، بتبقى بارتنر اللي هو شريك معاهم. وسبيشال لو انت فاميلي كبيره، يعني الاب والام والابن والابنه بيشتغلوا مع بعض، او الاخ والاخت والعم والعمه بيشتغلوا مع بعض، بيحبوا الفاميلي اكتر، ان يبقى يكون فاميلي ستور. مش اي حد بتوافق عليه في تشيك فلاي، مش اي حد بتوافق عليه. ابلكيشن بتاعهم، بتعمل ابلكيشن. المكان مثلا ممكن احنا في فيرجينيا يديك في بالتيمور، ميرلاند، فيرجينيا يديك، يعني مش هيبقى في نفس الحته اللي انت فيها. بالشروط، من ضمن الشروط بتاعتهم ان انت يكون ليك 10,000 دولار اللي هو هياخدها منك بتاعت الابلكيشن، وبتقعد شهرين مفيش شغل، يعني انت شهرين معاهم. فعشان كده بيبقى لازم تامن فلوس في الجنب يعني، وهو بيفتح وبيعمل لك، بيعلمك كل حاجه، وتقريبا هو اللي بيجيب المكان وبيديك ال 10,000 تاني بعد الشهرين، وانت اكتست كل التدريبات وتمام انك ريدي تو جو، بيعلمك كل حاجه وبيديك ال 10,000 دولار تاني والمفتاح معاه. برضو دور، مش كل حاجه مريم تقولها هي ثقه، لا هو تدور. انا من الحاجات اللي فكرت فيها كانت ده، بس بصراحه انا ما اقدرش عليه لان هو بيرول وسبلايز، وخلي بالك هو بياخد 50%، هو بيديك ده كله وهو بياخد 50% من المكسب. بس مسرح ممكن تعمل 8 في الشهر، يعني لو انت الاونر المانجر بتاعه هتعمل 8 في الشهر. لا بقى ممكن تشغل مرتك معاك، تشغل عيالك معاك، هتلم فلوس. بس ما هو انت عايز عماله، وخلي بالك تشيك فلاي من العماله بتاعته النظيفه المتنقيه، مش اي حد بيشتغل في تشيك فلاي. يعني انت بتشوف شكل العيال بيبقوا عاملين ازاي، تحس كده ان انت داخل مستشفى وانت داخل تتعامل معاهم. وبيدي سكولر شيب حلوه للجامعه، يبقى نخلي بالنا من النقطه دي. اوكي، ده من اسهل الفلوس، يعني كفلوس اقل تكلفه، بس الابلكيشن صعب انك انت تتوافق عليه. اوكي، ومش هتلاقي مثلا الهنود داخلين فيه قوي لان هو لوريت معين، هتلاقي اغلبيتهم بيض. انا اسفه اني بقول ابيض واسود والكلام ده، بس هو احنا بنتكلم من توتال، من منظور يعني. هو هتقول البلد ريسس ومش ريسس وبتاع، ماليش فيه، انا بكلمك على كمباني هي بتشوف الرول بتاعها ايه. اغلبيه الشركات كلها الطب بتاعها انت بتبقى عارف بيبقى هم مين.
تعال نشوف تاني حاجة من الحاجات اللي ممكن يكون سعرها كويس بس يعني مش قوي. هي كانت كويس قبل الكوفيد، بعد الكوفيد بقى الدبل. الفرانشايز اللي اسمه 7-11. 7-11 النهارده هو بنزينه، وطبعا شايفين اللي بيحصل في الجاز. والجروسري ستور، او مش جروسري ماركت انسايد، ده بيبقى عامل سندوتشات قهوه، وسبيشال لو انت على الطريق بتبقى حاجه كويسه كمان. والبنزين يعني بيعلى وبينزل، لو انت شارب الرخيص والبنزين بيعلى فده مكسب ليك. الفرنشايز ده بيتكلف كام؟ 100,000 دولار. كان قبل الكورونا بيتكلف 50,000، دلوقتي بيتكلف 100,000 دولار، وانت اللي بتجيب المكان، مش هما اللي بيجيبوه، انت اللي بتجيب المكان، وهم ليهم المراجعين بتاعهم، الاديتور بتاعهم، ليهم تباع ايه وما تبيعش ايه، تشتري ايه وما تشتريش ايه. ده فيلم كبير بس فلوسها حلو، انك انت عندك مثلا ازازه الواين، هم هنا بيبيعوا واين مثلا، انت بتشتريها من كاسكو ب 6 دولار، انت بتبيعها عندك ب 20 دولار مثلا يعني. الاكل والفود، كيس الشيبسي انت بتبيعه بكام وبتشتري بكام. ده من ضمن الحاجات اللي تبقى موجوده برضه. تعالوا نتكلم على ايه تاني؟ دانكن دونات. انا بقى كنت هبيض على التوكيل ده يا جماعه. انا قلت ايه يعني، كل الناس بتشتري قهوه، مين فينا ما بيشتريش قهوه الصبح وهو رايح الشغل؟ والازازه بتبقى بقد ايه وهي بتتكلف كام؟ دانكن دونات اللي ماسكه هنود اكتر، اللي ماسكه هنود اكتر، وتلاقي هما مش بيشتروش فرع واحد. تلاقي يعني انا هنا مثلا في الحته اللي احنا فيها 3 فروع في حته واحده، بريستو، جينيسفيل، هي ماركت، الثلاثه هو نفس الاونر. التوكيل ده بقى بكام؟ قولوا لي رقم. انا كنت فاكراه سهل، 350,000 رد كلام، وليك سيرتن سوري الجهاز كان بيفصل، وليك سيرتن مبيعات في السنه لازم تحققها. يعني هو ممكن يجي لك يقول لك فوكس اوردر مثلا، تاخد 600 قطعه دونات عايزك تبيعهم لي النهارده مثلا يعني. فده الوحش اللي بنك الدونات، وغير ان هي الكومباني دي مرفوع عليها 2500 قضيه، لان هو بعد ما بيعمل المكان وجيب المكان وحط اسم دانك دونات فيه، هو انت الاونر بتاعه، بس هو الفرنشايز بتاعه هو، فممكن ياخده منك لو على اي غلطه او الكلام ده. من مرفوع عليه 2500 قضيه، وانا كنت ماشيه فيه بصراحه، وكان يعني حد من قرايبي بيساعدني فيه، وكان بيبوش من ناخده، بس كانت الليله وصل 1,000,000 دولار. لازم يكون عندك اسد كمان، لازم يكون عندك اسد، يعني البيت ده اسمه اسد، فهو لازم يكون عندك اسد بالنسبه له، هو شايفه ان انت تقدر تكفر براند نيم واسم كبير، فرانشايز كبير. ده من الحاجات اللي انا كنت بفكر فيها وكان نفسي اعملها، بس طبعا لما شفت المبلغ انا داخله في 1,000,000 دولار، لا شكرا انا اسفه. ايه طب ايه اللي ممكن اعمله وانا لسه جاي وابتدي حياتي ومش بالاسعار الفلكيه احنا بنتكلم فيها؟ تعال نتكلم كمان على حاجه اسمها الراوت. يعني ايه الراوت؟ خط، انا بشتري خط. العيش اللي احنا بنشوفه في المحلات ده، هل ده المحل اللي بتجيبه؟ لا، ده عباره عن شركه ليها فرع بتقسم المناطق بفروع، زي كده جينيس في الحته، مانيس حته، انا مش عارفه يعني، اورنج اللي في نيويورك حته، اللي في كاليفورنيا حته، ستيت ايلاند مثلا في نيويورك حته، كل مكان بيتقسمه بمناطق. عندك بقى كام ستور انت وحظك، في مثلا منطقه فيها 100 ستور، 200 ستور، 50 ستور، 10، 5، 1، على حسب التقسيم هما بيقسموها. العيش الراوت بتاعه ده ب 120,000 كده واحنا بنتكلم، يعني الخط غش العيش غالي، وعايز حد متفرغ له، مش عايز حد ياخده از سايد جوب، لا، او بارت تايم جوب، لا، وعايز حد التليفون بيسخن، فانا شكلي هقفل قريب عشان التليفون هيقفل. يعني كتكلفة 120,000 وبتعملهم في السنة، يعني وبتعملهم في السنة على الخط، بتدفع يعني زي مقدم خط تراك طبعا، سواء انت لو بتجيبه او هو بيديهولك، والاستبلاش، بس الحاجات دي لازم تدرسها وتشوف الخط ده انهي منطقة انت واخد فيها، وهل انت عندك وير هاوس كبيرة من المحلات الكبيرة ولا لا. يعني انت عندك ويجمان، اوكي، عندك كاسكو، عندك بي جي، عندك سامس، عندك وولمارت، ده اللي بيفرق في الخطوط. غير مثلا ما يكون خط عندك مثلا سي في اس، عندك واوا البنزينه بتاعت واوا بتعمل شغل حلو، بتفرق، بتفرق. سيف واي، جاينت،
شوف انت، انت ك احنا ك ك ك كشوبينج، انهي محل انت بتروحه اكتر بتشتري لها؟ معلش التليفون فصل، كان اوفر هيتد ففصل معلش. بيفرق زي ما انا قلت قبل كده ان المكان، انا عايز احطه بس مش في الشمس. بيفرق المكان اللي احنا هناخد فيه الخط فين، ولازم اسال، مش امنش لاي حد انا باخد منه معلومه، لازم انا اسال واعمل السيرش بتاعي وانزل ابص الدنيا ماشيه عامله ازاي. خطوط العيش ما فيش فينا حد ما بياكلش عيش، على حسب نوع الشركه اللي هي معايا وعلى حسب الدنيا ماشيه ازاي. ويا سعد ويا هنالي بيبقى واخد خط عيش بصراحه، يعني احنا عندنا في حد من خطوط العيش اللي انا اعرفهم في، انت عارف احنا المكان اللي بنشتغل فيه بيجي فيندر اسمه، ده بنسميه فيندر. الفيندر ده يعني واخد مثلا منطقه فيرفاكس اوف، ده بقى امه بيضرب في القفص، عنده مثلا 2 كاسكو، 1 بي جي، 3 وول مارت. فده من المحلات اللي يعني ايه تبيع لك، لانك انت مش بتتحاسب على العيش، انت بتتحاسب بنسبه، النسبه دي لا تتعدى ال 20%. ما تسمعش كلام حد يقول 50 و55 والكلام ده، لا هي 15 او 20% كمان، ما تتعدى ال 20%. طبعا على حسب الكمباني اللي انت معاها وعلى حسب الديل وعلى حسب العقد اللي انت ماضيه. في تاني الشيبسي برضو، في خطوط بتتباع ليها برضو فيندر للشيبسيات اللي هي الليز والقطز والبريتزل والحاجات دي، ليها شغلها. بس برضو انا بالنسبه لي العيش هيبقى يكون احسن حاجه، بلاش ولا كيك ولا، هنا اغلبيه العرب هنا واحنا عندنا خط كيك، يعني احنا عندنا خط من بتوع الكيك اللي بقول لكم عليها ده. بس يعني انت عايز حد يخدم عليه اول حاجه، عايز النهارده مع الانفليشن انا مش هروح اشتري كيك، انا واحده من الناس انا بشوف الغلا وهو اوريدي بيغلي السلعه بتاعته، مش هروح اجيب كيكه ب 3 $4 وانا معيش فلوس. انا شرقانه على فكره وفرفر دلوقتي. بس ايه تاني اللي كنت بتكلم فيه كمان في المشاريع؟ انا بالنسبه لي لو انا هفكر من اول وجديد، لا انا هاخد فرنشايز. إيه تروبيكانا جوس العصير ده فرنشايز، ده فرنشايز بس ده برضو غالي، وعلى حسب المكان اللي هو بيطوحك فيه. كريسبين كريم الحاجات دي يا جماعه لازم نعمل سيرش عليها كويس، لازم نعمل دراسه جدوى كويسه. يعني انا كنت افكر في دولار ستور، طلع ان دولار ستور لا، هو انا ده الاونر بتاعي، ده حاجتي انا، انا ما عنديش فرنشايز، ده مش فرنشايز. المطاعم برضو ممكن تاخد مطعم، بس برضو ده هلك، مش اي حد يقدر عليها. يعني انت لو انت او على حسب انت عايز شغل بارت تايم ولا فول تايم، انت عايز حد تشغله معاك ولا عايز تبقى انت بس، يعني ده برضو على حسب امكانياتك. يعني انا بالنسبه لي لما جيت فكرت في تشيك فلاي، كنا بنتكلم ان هاني هيبقى الاونر اللي هو المدير المحل، وانا هاخد بيرول، قسم البيرول والحسابات. لا كنت انا هاخد قسم الحسابات وحد من صحابي كان هياخد البيرول، لان ده على حسب احنا كنا بنشتغل يعني وفاهمين الدنيا ماشيه ازاي. فده كان دماغي اللي كانت ماشيه فيه. بس انا جيت قلت لا، انا افرض انا عايزه اخد اجازه، عايزه انزل، عايزه اعمل، مين اللي هيعمل ده؟ انا بشوف اهلي، حد من اهلي يعني ما بيعرفش ينزل ولا يروح ولا يجي عشان البيزنس بتاعه. من كمان الحاجات الحلوه جدا اللي احنا ممكن نشتغل فيها البنزينه، لو انت عندك بنزينه سيبريت يعني اهالي، او بنزين تبع البراند زي تشيل، معرفش هي لها توكيل ولا لا، بس انا عارفه ان البي بي لها توكيل، سبيد واي، سونيك، الحاجات دي، هل لو لها توكيل وتقدر تجيبها هل ده هيكون كويس ليك؟ اه البنزين بيعمل فلوس كويسه، مش البنزين، المشتريات اللي مع البنزينه، السجاير، الميه، العصاير، كده ده اللي بيعمل معاك رجل. بس نصيحه اخت لاخواتها، لما نيجي نفكر في اي حاجه لازم ادرسها، لازم ادرسها جدا، لازم ادرسها جدا. ويعني انا هقول لكم على حاجه، يعني انا لما جيت في مشروع معين انا بقيت اسال هاني انت ايه رايك؟ اه ده حلو، ده جميل. لما حطينا رجلينا بقى لا لا، يعني مش الحلو والجميل. يمكن سياسه الشركه اتغيرت، يمكن هو ما خدش باله من النقط، بس انا بتكلم على توتال. لازم اكون انا اللي فايقه لنفسي، انا حكيمه نفسي زي ما بقول، انا اللي بفكر وما ارجعش لهم حد، لان هو انا اللي اخترت.
يعني ده نقطه، انا لي عقل وشفت بعيني فلازم اعرف الدنيا ماشيه ازاي. اي مكان انت هتاخده قبل ما تدرسه روح اشتغل فيه الاول، روح بص الدنيا ماشيه ازاي، اتكلم مع اونر انت ما تعرفوش ولا هو يعرفك. يعني اهم من الحاجات دي كلها، حد تتكلم معاه ولا انت تعرفه ولا هو يعرفك، عشان هو ما يبيعلكش حاجه في الهوا وانت تشتري وتصدق وتشتري. بس بتمنى الحلقه انها تعجبكم، واستنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني وموريان. طبعا دي كانت جزء صغنون، انا هحاول اعمل حلقات تانية اكتر. طبعا انا عندي كميه اسئله كتير 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 جدا، فبرضه ده من الحاجات اللي انا هبص عليها الفتره الجايه. معلش انا اسف في ضيقه الحلقات، بس الواحد بجد اليوم بيطير هوا، والله اليوم بيطير هوا، انا معرفش ازاي يعني. ويعني مع ان انا بصحى الصبح 7 وادي العيال مدرسه وارجع البيت 9 مثلا، ابتدي اطبخ وننضف ونعمل ونروح الشغل، كل يوم بيطير. انا بروح اريح في الشغل والله العظيم. بس استنونا في حلقات تانية جايه كتير من هاني وماريا في البدر امريكا. باي باي.